بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتعرف على موضوع الأوتو لودينج. احنا عرفنا أنه في PHP في حاجة اسمها ماجيك فانكشنز. طبعا لاحظ معي المثال التالي، لو أنا كتبت كلاس مثلا بن، كتبت هنا public color ونكتفي بهذه الخاصية. الآن ممكن أنا أجي أقول هنا إكس يساوي نيو بن، وأجي أقول إكس color يساوي red. إلى الآن ما في مشكلة، إلى الآن ما فيش مشكلة. طيب لو أنا شلت هذا السطر برضو ما فيش مشكلة، معناته أنا حاليا أنا عرفت كلاس اسمه بن بداخله خاصية اسمها color. هنا الآن أنا عرفت object اسمه إكس نوعه بن. طيب لو حصل هذا الكلام، شلنا هذا الشيء هذا الكلاس وخلينا هذا السطر، ايش اللي يصير؟ طبعا هذا في PHP يعتبر خطأ. انت الان تقول له صلح لي ايش؟ صلح لي اوبجكت من الكلاس بن، والكلاس بن مو معرف، ما فيش كلاس اسمه بن. الان في مثالنا انت بتعرف اوبجكت من كلاس مو موجود، طبعا PHP حتطلع لك خطأ. في الاصدارات الجديدة من PHP جابوا طريقة لمعالجة الخطأ، اني انا لو عرفت اوبجكت من كلاس مو موجود، الان بن مو كلاس مو موجود، فينه؟ ما احنا معرفين كلاس اسمه بن. فقال لك انت تصلح دالة بالطريقة هذه، تحط دبل اندرسكور لانها ماجيك وتكتب اوتو لود، تعطيها باراميتر مثلا نيم، باراميتر واحد نيم او سي نيم، سميه زي ما تبغى، المهم يكون باراميتر واحد، خلينا احنا نسميه سي نيم. ايش اللي يصير الان لما PHP تلقى هذا السطر، انك انت قاعد تعرف اوبجكت من كلاس انت ما عرفته، في العادة هي تطلع لك خطأ، لكن في الإصدارات الحديثة PHP قبل ما تطلع خطأ تستدعي دالة اسمها AutoLoad، تستدعي دالة اسمها AutoLoad. هذه الدالة يكتبها المستخدم، يكتب محتوى المستخدم. طيب إيش السي نيم ذا، أو إيش البراميتر اللي اسمه نيم؟ PHP لما تلقى هذا الكلام تقول لك ترى في مشكلة هنا، لما تلقى هذا السطر إيش تسوي؟ تروح مستدعي تدور على دالة اسمها AutoLoad. إذا لقيتها إذا ما لقيتها معرفة تطلع الخطأ، إذا لقيتها معرفة تستدعيها. طب وش اللي يصير هنا؟ وش اللي يمرر هنا؟ اللي يمرر اسم الكلاس اللي مو موجود، يعني معناته نيم حيكون بن، نيم اللي حيمرر. ولنفرض الآن أنا قلت له إيكو إيش؟ إيكو نيم، خلينا أجي معاه هنا وأقول له لاب PHP. لاحظ الآن إيكو بن طبعا لنا اسم الكلاس، معناته دالة أوتو لود هي طريقة لمعالجة الخطأ، لأنه هو لو ما لقي الكلاس، لو ما لقي الكلاس بن، خليني شيل هذه، أنت الآن عرفت أوبجكت من كلاس مو موجود حيطلع خطأ، لكن هم جابوا حل، يعني على قولهم يا مبرمج الحق قبل ما يصير الخطأ. فPHP لما تلقى هذا السطر تطلع خطأ، لكن الآن لا، تدور على دالة اسمها AutoLoad دبل اندرسكور AutoLoad، إذا ما لقيتها تطلع الخطأ، إذا لقيتها تستدعيها. طب إيش مكتوب جوة AutoLoad؟ خلاص يسيبونه عن برمج، يسيبونه عن برمج. واللي حيمرر هنا لو أنا كاتب زي كذا مثلا R يساوي new car، الآن لاحظ ما في كلاس اسمه car، ما في كلاس اسمه car، فبرضه حيستدعي إيش؟ الآن لاحظ لو أنا قلت له إيكو اللي هو مين؟ نيم اسم اللي حيمرره. الآن لما يلقى هذا السطر يروح يدور على AutoLoad، لقيها يروح منفذ الدالة ذي ويمرر ايش هنا؟ يمرر اسم الكلاس اللي مو موجود. بعض المبرمجين ممكن يستخدم طريقة require، شوف لاحظ كيف require once، يكون كاتب name.php. ايش معنى هذا الكلام؟ بعض المبرمجين يسمي ملف PHP باسم الكلاس، يعني عنده كلاس اسمه بن، تلقاه مسميه بن.php، يكون فيه له تعريف الكلاس. فلاحظ الآن قال لك ما لقي تعريف الكلاس، يروح منفذ AutoLoad. AutoLoad مر عليها بن، شوف قال له سوي تضمين لملف bin.php، يعني هذه من الحركات اللي تلاحقوها، تقدر تسوي في الدالة ذي أي شيء. معناته الدالة AutoLoad تستدعى لما أعرف كائن من كلاس مو موجود، من كلاس مو موجود. الآن لاحظ بقول له إيكو نيم إيكو بي آر، الآن كل ما يلقى كائن من كلاس مو موجود يستدعي الدالة ذي. لاحظ الآن خلينا نسوي ريفرش، شوف بن، لاحظ بن الآن لاحظ AutoLoad بن، خلينا نشيل الإكس
شيل الاكس، الان لاحظ معايا سوي ريفرش، شوف كار، لاحظ كار، وهذا معنى اوتو لود. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.